تصلي وتقرأ قرآن تمعني وشوف خوف الجهل واتبع النور تحكي لك آيات تنضيك برهان روح اقرأ آية بها تطهير اقرأ ولا تنكر أبد اتمعني سورة الإنسان إطعامهم أكبر سند إحنا التشيع معتقد نبي دليل نحكي بدليل وما نخاف وما نظن يبدي فرحنا للولاية الغدير وعدنا بمصايبهم بكي ونوحي ولطوم عدنا بمصايبهم بكي ونوحي ولطوم لطمنا وفرحنا بدب لا نهاية شكثر عيدنا آيات تدل على ولاية كثر عيدنا آيات تدل على الولاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين، المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي أبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. اليوم راح نتحدث عن قصة جدا جميلة وكرامة عظيمة لسيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين روحي له الفداء في يوم الأربعين. يوم 40 الإمام الحسين، يمكن البعض يتساءل يقول شنو 40 الإمام الحسين؟ هو 40 يوم بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين يمتى يستشهد؟ 10 محرم. 40 الإمام الحسين يمتى يصير؟ 20 صفر، يعني بعد 40 يوم على استشهاد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الكثير والكثير من الروايات التي قيلت في فضل زيارة الإمام الحسين في يوم 40. طبعاً مثل ما تعرفون أبنائي أنه هناك ماراثون حقيقة كل عام يصير لشيعة أمير المؤمنين الموالين، يروحون مشياً على الأقدام إلى زيارة شنو؟ قبر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في كربلاء المقدسة. الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله زيارة الإمام الحسين في هذا العام وفي كل عام، ونشارك بهذا الحقيقة الماراثون المليوني اللي يروح إلى سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. في يوم 40 تحديدا وبين صيحات الناس حزنا على سيد الشهداء الإمام الحسين وتجديد العهد والبيعة مع المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وفي أحد شوارع كربلاء المقدسة اللي هي قريبة على حرم أبي عبد الله الحسين ويسمى هذا الشارع بشارع السدرة، ومن يم أحد المواكب الخدمية اللي خدمون زوار سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام يجي طفل من بغداد وتحديدا من منطقة حي العامل، يجي إلى زيارة المولى أبي عبد الله الحسين في الساعة 4 مساء 4 العصر في يوم 40. لكن هذا الطفل مو مثلي ومثلكم، لا، هذا الطفل مشلول ما يقدر يمشي ويجي إلى حرم أبي عبد الله الحسين. خلينا نقدر هاي النعمة، خلينا نشوف هاي النعمة أنه الحمد لله إحنا نمشي ونطلع وبعض الأحيان نركض، هذه نعمة من رب العالمين. هذا الطفل محروم من هاي النعمة، عمره 13 سنة واسمه أحمد. فأجي وهو تعبان
جاي إلى زيارة أبي عبد الله الحسين في يوم الأربعين، جسمه يرتعش، جسمه ضعيف نحيل، 13 سنة هو مشلول، ما مجرب نعمة المشي إلى سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين. فالحاضرين يقولون شفناه يباوع إلى قبة سيد الشهداء ويحكي ويا سيد الشهداء من قلبه مو فقط من لسانه، يقول له سيدي أبا عبد الله أريد أنه الله يشافيني ببركتك، ببركة زيارتك، بين قوسين أحبائي أنه إحنا نطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام الحسين. خاف واحد يحكي سمعونه يقول والله أنتم ليش الشيعة طلبون الشفاء من الحسين عليه السلام، لا هذا غلط، إحنا نطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى ببركة الحسين سلام الله عليه، لأن الحسين ضحى بكل شيء في سبيل شنو؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإحنا نطلب الشفاء من المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى ببركة المولى أبي عبد الله الحسين. خلينا نرجع إلى قصتنا في هذه اللحظات اللي هذا الولد الشاب اللي عمره 13 سنة أحمد تكلم مع أبي عبد الله الحسين، قال له أقسم عليك بأخيك قطيع الكفين أبي الفضل العباس أنه تكون واسطة عند رب العالمين وأتشافه في هذه اللحظات، وببركة المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نشوف هذا الطفل قام على حيله وتمسك بالعمود الموجود وبشهادة جميع الحاضرين اللي كانوا موجودين في المكان، وهذه كرامة واحدة من آلاف وملايين الكرامات للمولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، على حب المولى أبي عبد الله الحسين صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عم حسين في عالم بتقول ليه منعمل 40 لإمام الحسين وما منعمل 40 للرسول صلى الله عليه وآله؟ أحسنت حبيبي موسى، سؤال جدا وجيه، وراح أرد على هذه الشبهة اللي دائما تتوجهنا أنه ليش تهتمون بالإمام الحسين أكثر من الرسول. طبعا للعلم أحبائي أنه إحنا نهتم بمصاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك تشوفون في النجف الأشرف في مقام الإمام علي يوم 28 صفر تكون مثل أربعينية الإمام الحسين، تكون حشود مليونية جاية تعزي الإمام علي بمصابة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هناك قول عن أبي عبد الله عليه السلام يقول من أصيب بمصيبة، يعني أي واحد من عندنا تصير عنده فاجعة أو مصيبة، الله يبعد عنكم المصائب، مثلا عنده وفاة تكون، من أصيب بمصيبة فليتذكر مصابه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أعظم المصائب. شوف الإمام الصادق عليه السلام جاي يقول مو إحنا، فإنه أعظم المصائب، يعني مصيبة الرسول هي أعظم المصائب. أي واحد من عندنا يصير عنده فاجعة أو يصير عنده حالة وفاة أو ما شاكل ذلك خلي يتذكر مصيبة الرسول. أيضا خلي يعرفون جميع الناس أنه هناك قول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شنو يقول الرسول؟ يقول حسين مني وأنا شنو؟ وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. يعني شنو؟ يعني إحنا من نهتم بالإمام الحسين ومصيبة الإمام الحسين شنو؟ جاي نهتم برسول الله استنادا على هذا القول، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وهناك اختلاف جدا كبير، خلي نكون واقعيين، اختلاف جدا كبير بين مصيبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومصيبة الإمام الحسين عليه السلام. الرسول الأعظم كان هناك الإمام علي عليه السلام غسله وكفنه وشيعه إلى مثواه الأخير، لكن الإمام الحسين بكربلاء ظل 3 أيام بدون غسل ولا كفن، ظل على الرمضاء عاري روحي له الفداء. فأيضا هناك اختلاف بين مصيبة الرسول الأعظم ومصيبة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. طبعا أحبائي هناك حقيقة أحاديث وردت في زيارة الإمام الحسين في يوم 40 بعد أن عاد الركب الحسيني من الشام إلى كربلاء المقدسة في يوم 40، والزيارة المعروفة للسيدة زينب سلام الله عليها والإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في يوم 40. وأيضا مما ورد حقيقة عن أئمتنا الأطهار عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام أنه اللي يزور الإمام الحسين في يوم 40 هذه من علامات المؤمن. فأحبائي من الطبيعي
انه احنا نهتم بزيارة المولى ابي عبد الله الحسين في يوم الاربعين، لما حقيقة حضر الامام الحسين من مصائب وفواجع في يوم كربلاء. لذلك تشوف الشيعة في يوم الاربعين يذهبون الى زيارة المولى ابي عبد الله الحسين عليه افضل الصلاة وازكى السلام. نسأل الله لنا ولكم التوفيق ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.